دبي تعطيك أمان. وظل القيادة الرشيدة اللي فيها اللي هي حببت الناس والعالم كله في هالبلد، فأنا بالفعل فخور بنفسي وبفخور بهالدولة الطيبة. لبناني أنا شخصيا، ابن مصر. قيام على البلد ليل مع نهار، تركيزه ما كنا وصلنا للي وصلنا. أنا والله عمري من عمري 5 سنين وأنا تحت البوش، وهذا يعني اللي ماله ماضي الله يرحمه زايد ماله حاضر. فاليوم الكل عايش سواء وافد أو مواطن، نحمد الله سبحانه وتعالى أن نحن في أمان وفي استقرار وفي أحلى، يعني وين ما تروح تلقى أنك أنت بين أخوانك وبين أهلك وبين ربعك وبين عشيرتك وبين الجميع. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج لآلئ الاتحاد، وكما عودناكم دائما باستضافات متميزة وناجحة، اليوم نحن متواجدون من داخل إمارة أبوظبي بالتحديد من منطقة المصفح باستضافة جديدة ومتميزة لشركاء النجاح أصحاب شركة إفلاكس المقاولات.
السيد علي الحمادي والمهندس أسامة دلول. أهلا وسهلا بك سيد علي الحمادي، سرنا بلقائك معنا اليوم في برنامجنا برنامج لآلئ الاتحاد. يا أهلا وسهلا بك. في البداية دعنا نتعرف عن شخصك الكريم لجميع متابعينا وعن أبرز المحطات التعليمية والمهنية التي مررت بها. اسمي علي الحمادي، حاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال. بديت حياتي المهنية من سنة 96، وبعدها توجهت على إدارة الأعمال وفتحت شركات من 2006 تقريبا. طبعا دخلت في 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 مراحل بالنسبة لهذه، اللي هي دخلت فتحت شركات، عدة شركات، وفي منها فشلت في منها، إلى أن 2014 بدينا في شركة مقاولات، اللي هي شركة فلاكس المقاولات، مع المهندس أسامة دلول. إذن أستاذ علي، لو أردنا الحديث عن بداية المشروع، من أين أتت فكرة إنشاء هذا المشروع ومتى بدأتم به؟ والله هي بداية كانت بالصدفة، تعرفنا أنا والمهندس أسامة وبدينا ويت فكرة المقاولات هذه وتأسيسها بحكم خبرته هو وبحكم خبرتي أنا في الرخص التجارية والأمور هذه. فأسسنا الشركة في منطقة بعيدة، كانت في ليوة على أساس الرخصة، لكن بعدها شفنا توسع في الأعمال والأمور هذه توجهنا على أبوظبي. طبعا توسعنا هنا في أبوظبي بحكم المشاريع وبحكم خصوبة المنطقة للمشاريع، ومع بنك أبوظبي الأول وإدارة الأسكان، وبدينا ناخذ مشاريع، عدة مشاريع في أبوظبي، والحمد لله كانت بدايتنا مع مشروعين وثلاثة، الحين صار عندنا تقريبا 10 أو 12 مشروع الحمد لله. بلا شك في بداية أي مشروع، في بداية أي تأسيس، يوجد تحديات وصعوبات. ما هي الصعوبات والتحديات التي واجهتكم وكيف استطعتم اجتيازها؟ والله أبرز التحديات كانت في البداية بحكم خبرتنا، كانت عندنا خبرة لكن ما كان عندنا خبرة في تخصص المقاولات. في أشياء تفصيلية كنا نخطأ فيها والحمد لله تجاوزناها في البناء في الأمور هذه. بعدها بدينا نتعلم من أخطائنا لين ما صرنا شركة متكاملة من جميع النواحي. يعني في البداية كنا نعتمد على عقود ساب كونتراكتر في 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 النجارة في غيره، لكن الحين الحمد لله صرنا نعتمد على نفسنا من إلى في بناء الفيلا السكنية للمواطن. ما هي الخطط المستقبلية التي تضعها للمحافظة على البصمة الخاصة التي استمرت منذ عدة سنوات إلى يومنا هذا؟ الخطة المستقبلية نبغي نوصل لمرحلة أن نوصل في الجودة، في أعلى جودة وأعلى معايير وأعلى مواصفات، سواء محلية أو عالمية في الدولة، بحيث أن حتى الأخطاء القديمة أو بطبيعة المنطقة وطبيعة جو المنطقة
نحاول نتداركها بحيث أن تكون عندنا مباني مستدامة. لو أردنا الحديث أكثر عن الحدث العالمي إكسبو 2020 المقام على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد من داخل إمارة دبي، ما هي عوائد إكسبو على دولة الإمارات وعلى شركة فلاكس للمقاولات؟ بالنسبة لإكسبو عوائدها لدولة الإمارات في عدة مجالات، من ناحية اقتصادية، من ناحية سياحية، من ناحية عمرانية، كذلك ترجع علينا نحن في فلاكس المقاولات من ناحية العمرانية. طبعا إكسبو فيها نماذج يعني ممتازة أن الواحد يشوف العمران فيها، كل دولة كانت لها تصميم خاص فيها، فتصاميم جديدة، معايير جديدة للبناء والأمور هذه، فأعتقد أن هذه ممكن الواحد يستفيد منها، مش إحنا بس، حتى على مستوى الزوار يروح يشوف المعايير يتثقف، يعني ياخذ انطباع اكثر بالنسبه للعمران والمباني الجديده، يغير فكرته القديمه النمطيه، الفلل الستاندرد القديمه هذه، ممكن تصير عنده افكار جديده ونقدر ننفذها احنا. لو اردنا ارسال رساله من القلب الى القلب مباشره الى قاده وحكام وشيوخ وشعب دوله الامارات العربيه المتحده، ما هي هذه الرساله؟ أحب أشكر حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأشكر الدعم اللامحدود من عندهم وتوفير الأمن والأمان والأرض الخصبة للمجال الاقتصادي والمجال المعماري. شكرا جزيلا سيد علي على هذه الرسالة الجميلة، شكرا لك عزيز والي. شكرا أعزائي المتابعين، فاصل قصير ونواصل لقاؤنا اليوم من شركة فلاكس للمقاولات مع المهندس أسامة دلول. أعزائي المشاهدين، نواصل حلقتنا لهذا اليوم مع المهندس أسامة دلول. أهلا وسهلا بك مهندس أسامة. أهلا فيك. في البداية دعنا نتعرف عن شخصك الكريم لجميع متابعينا. اسمي أسامة دلول، أنا من فلسطين، أكملت دراستي الجامعية حاصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من فلسطين. بعد ما تخرجت من الجامعة جيت هون لدولة الإمارات، طبعا جيت تقريبا بسنة 2006 شهر 8 2006، اشتغلت في مجال المقاولات. أول ما اشتغلت في المقاولات الكهربائية، وبعدين مع التطور الوظيفي اتعاملت مع فروع تانية من التخصصات زي الكهربائية الصحية الميكانيكية، وبعدين يعني صارت الفرصة اني اشتغل كمان واكتسب الخبرة في الهندسة المدنية. إذا سيد أسامة، ما هي الخدمات التي تقدمها شركة فلاكس للمقاولات، وما هي أهم المشاريع التي تتميزون بها وسط التنافسية العالية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة؟ تمام، إحنا في شركة فلاكس للمقاولات تخصصنا هو أنه إحنا بنبني فلل ومساكن المواطنين في إمارة أبوظبي. لو بنرجع شوي لوراء، إحنا أول ما ابتدأنا في الشركة كان فيها العديد من البنود اللي احنا بنسندها لمقاولين من الباطن. الخدمات اللي احنا بنساويها انه احنا بنبني الفلل من ناحية المباني. فبعد شوية طورت الشركة وفتحنا فيها فروع اللي هو زي صار عندنا قسم المساحة، قسم التصميم الداخلي، قسم الام اي بي اللي هو الالكتروميكانيكال. حاليا هاي الاقسام كلها بتخدم الشركة بالاتجاه انه يكون الاعمال اللي بتتنفذ بتكون تقدر تتحكم بالجودة العالية من خلال انه انت بتستخدم التيم تبعك في البناء.
لو تسأل بالنسبة لشو اللي بيميزنا وسط التنافسية العالية بالأعمال، إحنا كتير بنركز، والخطوط الحمراء عنا بتتركز على اللي هو يكون client satisfaction، إنه الكلاينت أو صاحب البيت يكون مبسوط جدا في البيت اللي هو بده يبني، رقم واحد. رقم اثنين الجودة العالية، وهي من أهم المعايير اللي إحنا ما يعني ممكن أي شغلة إنه نقبل فيها إلا إنه مثلا we don't compromise the quality. هي من الشغلات اللي كتير مهمة بالنسبة لنا. كما نعلم مهندس أسامة أن في بداية أي مشروع، بداية أي عمل خاص، يوجد تحديات والصعوبات. ما هي التحديات والصعوبات التي واجهتكم وكيف استطعتم اجتيازها؟ بالنسبة للتحديات في بداية ما فتحنا الشركة، التحديات كانت أكبر تحدي أنه كيفية أنك تقدر تدخل السوق في تنافسية عالية وأنت ما عندك pre-qualification قبل. طبعاً بعد فترات وخطط كبيرة ومجهود كتير كبير تمكننا انه نتجاوز التحديات هاي، واخذنا بالبداية بعض المشاريع. من هم جنود الخفاء الذين وقفوا الى جانبك وساعدوك وساندوك منذ بداية تأسيس الشركة؟ انا بعتقد اولا الحمد والشكر لله في الموضوع هذا، وكمان يعني اخويا وصديقي علي الحمادي اللي هو كمان شريكي معي، هما كان تقريبا دائما كنا مع بعض في كل المشاكل ممكن تواجهنا، ونقعد ونحلها بشكل اللي يخدم مصلحة الشركة في التوسع المستقبلي. جميل. إذا مهندس أسامة، ما هي الخطط المستقبلية التي تضعها للمحافظة على البصمة الخاصة التي اكتسبتموها في فلاكس للمقاولات؟ بالنسبة للخطط المستقبلية، احنا عادة اول كل سنة تقريبا بيكون عندنا خطة واضحة، خطة عمل واضحة للسنة كلها، وهي الخطة بنمشي عليها بشكل تدريجي، وبنحط الآلية ومين وكيف المسؤوليات اللي احنا ننفذ فيها هاي الخطة، ان كان على مستوى انك تاخد مشاريع او تنفذها او تسليمها او التوظيف الكوادر المناسبة لتنفيذ هاي الخطط، وبنصير نتابع فيها. من ضمن الخطط المهمة اللي احنا بنستخدمها او بنوضعها، انه المشاريع لما اللي بتتنفذ يكونوا الملاك فيها والكاستمرز تبعونا يكونوا like that they are satisfied، so انه انت بتقدر تحصل فرص اكتر لانك تحصل مشاريع اكتر، وتكون قادر بشكل اقوى انك انت تنفذ الخطط اللي انت بتحطها في اول السنة. إذن ما هي الرسالة التي توجهها إلى فئة الشباب المقبلين إلى العمل داخل دولة الإمارات؟ بالنسبة للشباب اللي بيحاولوا يتوجهوا في الاستثمار في القطاع الخاص أو ما شابه ذلك، أنا صراحة بأنصح في هذا الموضوع، لأنه أنت في دولة الإمارات موجود في عندك بيئة استثمارية كتير ممتازة، وبتوقع وبخبرة الشخصية الفرص الموجودة هي فرص عادلة، وبتقدر تكون متميز في هذا الوسط. طبعا أكيد بتتطلب أنك يكون عندك الدراسات المسبقة والتخطيط الصحيح مسبقا، ما في داعي أنك تسمع على الآراء السلبية بشكل قوي، بدك تكون واضح في تعاملك ويكون في عندك اللي يميزك في الشغل اللي أنت تشتغل فيه، إن شاء الله بيكون النجاح حليفك. سررنا بلقائكم معنا اليوم مهندس أسامة دلول والسيد علي الحمادي في برنامجنا برنامج لآلئ الاتحاد من تلفزيون سما العين. شكرا لكم. شكرا جزيلا وأهلا وسهلا فيكم. أعزائي المشاهدين، لقد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم. انتظرونا الأسبوع المقبل مع قصة نجاح جديدة ورجل أعمال جديد. إلى اللقاء.
دبي تعطيك أمان. وظل القيادة الرشيدة اللي فيها اللي هي حببت الناس والعالم كله في هالبلد، فأنا بالفعل فخور بنفسي وبفخور بهالدولة الطيبة. لبناني أنا شخصيا ابن مصر. قيام على البلد ليل مع نهار، تركيزه ما كنا وصلنا للي وصلنا. أنا والله عمري من عمري 5 سنين وأنا تحت البوش، وهذا يعني اللي ماله ماضي الله يرحمه ويزايد ماله حاضر. فاليوم الكل عايش سواء وافد أو مواطن، نحمد الله سبحانه وتعالى أن نحن في أمان وفي استقرار وفي أحلى، يعني وين ما تروح تلقى أنك أنت بين أخوانك وبين أهلك وبين ربعك وبين عشيرتك وبين الجميع. نفدا